عندنا مسألة في منتهى الأهمية، هنشتغل مع بعض مسألة على المشتقات العليا والمشتقة الضمنية. عارف انه طلبة كتير جدا طالعين من تانية ثانوي شاطرين فاهمين الرياضة كويس، يقدروا يتعاملوا مع مسائل المشتقات الضمنية والمشتقات العليا، بس برضو انا هنصحك نصيحة من الدروس اللي لازم تحل عليها مسائل كتير جدا. انتوا عارفين انا مش من النوع اللي بقولك حل كتير وخلاص، انا في دروس انا افهمها كويس مش محتاج احل عليها كتير، انما الدرس ده بالذات المشتقات الضمنيه والمشتقات العليا كل ما هتحل عليه اكتر مسائل اكتر، حتى لو ما حلتش بايدك، حتى لو بصيت على مساله باجابتها، كل ما هتبص على مسائل اكتر وبعدين تحل مسائل كتيره هتلاقي مستواك عالي في الدرس ده بالذات. ما ينفعش فيه اني اكون فاهم بس يعني ايه مشتقه عليا، بشتق مره ومره ثانيه يطلع مشتقه ثانيه ومره ثالثه يطلع مشتقه ثالثه، ده كل الناس عارفه الكلام ده حتى في ثانيه سنه، ولا بس اكتفي باني فاهم المشتقه الضمنيه زي اجيب دال صاد على دال عين، اجيبها دال صاد على دال سين في دال سين على دال عين، الكلام ده زي الفل ومهم ولازم نعرفه وكلنا عارفينه، لكن مش كفايه. الدرس ده زي ما قلت لك المره الثانيه والاخيره كل ما هتحل عليه مسائل اكتر كل ما هتبقى مستواك اعلى فيه. انا برضو هحل معاكم مسائل كتير على قد ما نقدر، كلها مسائل متوقعه للامتحان السنه دي. اول مساله اهي تقول لك اذا كان صاد تربيع بتساوي جا في جتا، واول شيء مغري وانا بقرا المساله مش هقرا كده وخلاص، في شيء لفت نظري اللي هو جا سين جتا سين، بترن في ودني جا سين جتا سين، تفكرني بالذكريات، بتفكرنا بالذكريات بتاعت جا باع في الزاويه. الذكريات دي بتنفع في التفاضل، بتنفع كمان في التكامل، بتوقف مسائل التكامل. ذكريات جا وجتا وظال ضعف الزاويه، خصوصا الجا والجتا. حتى في مسائل التكامل بتلاقي كتير في الامتحان يقول لك ايه وجد تكامل جا تربيع سين، تقف انت، ما عنديش تكامل جا تربيع، اعمل ايه؟ تلجا للذكريات بتاعت اني اشيل جا تربيع اكتب مكانها نص ناقص نص جتا اتنين سين. كمان بقى على ذكر الجتا تربيع، لو قال لي بالتكامل الجتا تربيع بشيل الجتا تربيع اكتب نص زائد نص جتا 2 سين. ايه علاقه ده بالمساله؟ بيقول لي جا سين جتا سين، تحس ان ناقصه 2، تحس ان المعطى ده عايز 2. طب وليه تفضل انت حاسس الاحساس عايز 2 عايز 2؟ ما تدي له 2، بس لو اديت له 2 عشان نفسي فيها الاول، نفسي فيها ليه؟ ليه 2 جا سين جتا سين؟ عشان تاخد الشكل بتاع جا ضعف السين. يا سلام لو دي 2 جا سين جتا سين، هشيلها اكتب مكانها جا ضعف سين، هيريحني كتير في الاشتقاق. انما اكيد مش من حقي ان انا الاقي مساله كده وحاطط جنبها 2 وبمزاجي، بمزاجي، لاني لو كتبت 2 هكتب جنبها كمان نص، 2 في نص كان شيئا لم يكن، وحققت اللي انا عايزه. انا محتاج هنا 5، اهلا بيك، حط 5 جنبها خمس، 5 في خمس مفيش حاجه. اذا اول حاجه هتلفت نظري، مع انه اللي مش هيعمل زي كده هيحل برضه، بس هتتعبه، هيطلع صح بس متعبه. يبقى اول حاجه قبل ما اكمل قرايه المطلوب اثباته اني وانا بقرا المعطى اشوف لو في شيء مغري اتعامل معاه، ممكن ارقيه شويه اوضبه. يبقى قبل ما اكمل المساله اول حاجه اكتب صاد تربيع بتساوي نص في جا 2 سين، على اعتبار اني ضربت في 2 جنبها نص، يبقى كل تشال رجع جا 2 سين، يعني 2 جا سين جا تا سين. المطلوب بقى حاجتين لفتوا نظري قبل ما ابدا الحل. لو الكلام اللي انا بعمله ده انت هتعمله فكانك حليت 90% من المساله، الباقي بس كتابه. انا محتاج حاجتين، ايه هما؟ دال صاد دال سين ودال 2 صاد دال سين تربيع. دال صاد دال سين دي اللي هي دي، يعني المشتقه الاولى، كمان دال 2 صاد دال سين تربيع يعني المشتقه الثانيه، يبقى بالضروره هفاضل يعني هشتق الطرفين بالنسبه لسين ثم اشتق مره اخرى بالنسبه لسين. تعالى بقى نشوف التوضيب ده هيفيدنا في ايه. اول حاجه صاد تربيع غيرت انا شكلها، هيفرق جدا في خطوات الحل، اني كتبت 2 جا سين جتا سين ورعيت الموضوع ده فكتبت جنبه نص، اهلا وسهلا، هشيل 2 جا سين جتا سين بالسلامه، اكتب مكانها جا ضعف سين من الذكريات، خلصت بقت رايقه شويه. صوت تربيع بيساوي حاجات لذيذه اعمل فيها ايه؟ اشتقها مره ثم مره ثانيه يطلع المطلوب، مع شويه توظيف. في بعض الاحيان بتلاقي المساله فيها شويه قرف في الشغل، انا معاك، بس انت تبقى وانت شغال مركز مش ماشي قطر وخلاص. يعني ايه مركز؟ يعني انا اشتقيت المره الاولانيه لقيت فيها حاجات تتاخد، عامل مشترك، حاجات تتقسم، الارقام كلها تقبل على 5 او على 2 بوضبها. حاجه كمان في المسائل اللي اكبر من كده، جيت اشتقيت طلع لي حاجات كتيره داخله في بعض، اخدها على جنب، دال صاد على دال سين بتساوي كذا، يمكن احتاجها بعدين، يعني اخده على جنب قيمه دال صاد دال سين قبل ما اشتق. انا بشوف بعض الناس للاسف قال شديد، اكيد انتوا مش منهم، يقول لي مسائل المشتقات العليا دي انا بشتق مره ثم بشتق مره ثانيه وخلاص، ما بيقربش اللي اشتق ده، يعني هيكهرب لو قرب له، مع انه في المسائل الرخمه بالذات هنشوف منها مسائل كتير انا اتوقع ان ممكن حاجه تيجي فيها فكره في الموضوع ده.
فانت لو شغال كده هتلاقي لك اول حاجه دال صاد دال س في كذا بيساوي 5 س تربيع، وضربها، خلي دال صاد على دال س لوحدها بتساوي كذا، يمكن بعد خطوه لما تيجي تشتق تشيل دال صاد دال س تحط قيمتها. هنشوف مع بعض الاول هنعمل ايه في المساله دي. فانا قاعد مصحصح اهو وانا شغال، صاد تربيع يساوي نص، جه 2 س هشتقها مره ثانيه، وانا كنت اشتقيت هشتقها يعني بالنسبه لس، اشتق يا سيدي بالراحه. طالما قلنا هنشتق بالنسبه لس ما تقوليش 2 ص، لان 2 ص دي لو اشتق بالنسبه لص، لكن الصاد تربيع مشتقتها بالنسبه لس ب 2 ص دال ص دال س اهي. طب الناحيه الثانيه اللي جت 2 س مشتقتها جت 2 س كمان في 2، فالاثنين طيرت النص. فاكر النص؟ النص اللي انا دخلته في المساله عشان عايز 2 جنبه طار بالسلامه. في شيء مغري تاني هنا؟ لا، اللهم الا لو حد حابب يكتب دال ص دال س لوحدها اهلا بيه، ممكن ما نحتاجهاش بس تبقى معاك احتياطي، لو احتجتها تلاقيها. اذا لو حابب تكتب دال ص دال س بيساوي جت 2 س على 2 ص اهلا، مفيش، خش في اللي بعده بالاشتقاق مره اخرى برضه بالنسبه لس. ليه؟ بامره ايه؟ بامره ان المطلوب كان فيه دال 2 ص على دال س تربيع، فبالاشتقاق مره ثانيه. الاولى على بعض اسمها 2 ص، ما تدخلش نفسك بقى في القصص. لازم اقول لك، يقول لي اصل انا طالب شاطر جدا ومحترف ومذاكر وعارف ان دول ثلاث دوال، اللي انا بقوله ده غلط، وعارف ان دول ثلاث دوال، فهقول له مشتقه الاولى في الثانيه في الثالثه، وبعدين مشتقه الثانيه في الاولى في الثالثه، وبعدين مشتقه الثالثه في الاولى في الثانيه. ايه تضييع الوقت ده؟ ايه الفتي ده؟ ما انت ممكن تاخد 2 ص على بعضها، 2 ص على بعضها داله وتخلص. المهم الاولى في مشتقه الثانيه زائد الثانيه في الكلام اللي انت بتقوله ده، لو احنا مضطرين ثلاث دوال مش عارف اضربهم خلاص هنزل بالقانون، لكن هنا مش مستاهله يعني. طب يا وقت، اذا الاولى في الاولى على بعض في مشتقه الثانيه زائد الثانيه في مشتقه الاولى وشكرا. ان بقى الناحيه الثانيه اللي جت 2 س مشتقتها ناقص جت 2 س كلها مضروبه في 2، وبشوف غلطه شنيعه طالب يوم كاتب كده ناقص جت 2 س في 2. طب ما حضرتك قلت كده. لا انا ما قلتش كده، انا قلت ناقص جت 2 س كلها في 2. في فرق؟ اه، لو انت كتبت ناقص جت 2 س في 2 انا اقراها ناقص جت 4 س، كان الاثنين دي مضروبه في الاثنين س، لكن لما تكتب ناقص جا 2 س جوه قوس وتضربه في 2 كان الاثنين مضروبه في الجا مش في الاثنين س، فرق كبير جدا. حلو. المهم يا سيدي، الاولى في مشتقه الثانيه زي ما انت شايف كده، الاولى 2 ص مشتقه الدال ص دال س طلعت بدال 2 ص دال س تربيع، جميل. زائد الثانيه في مشتقه الاولى، الثانيه يعني دال ص دال س مشتقه دي مش ب 2 لاني برضه ما زلت بشتق بالنسبه لس، تبقى ال 2 ص مشتقتها 2 دال ص دال س. حلو قوي. الناحيه الثانيه اللي جت 2 س مشتقتها ناقص 2 جا 2 س. انا ريحت نفسي، بدل ما اكتب ناقص جا 2 س وافتح قوس اضرب في 2 ممكن اخد الاثنين ناحيه اليمين يبقى بدل القوس، لكن الغلط انك تكتب ناقص جا 2 س في 2 تقرا كانها 2 في 2 مع ان الصح انت عايز 2 في جا وشتان ما بين الاثنين. نكمل على اي اساس؟ على اساس في اغراء ظهر ثاني. هو ما كانش في اغراء اولاني، ده انا كنت بقول لك تحسبا لمسائل ثانيه اصعب من كده، لكن هنا الشيء الواضح جدا ان ده 2 وده 2 وده 2، فبالسلامه دي قسمه الطرفين على الاثنين. وبرده عينيا وانا شغال كده كل خطوه اشوف المطلوب ماشي ولا مش ماشي في الطريق، يعني اوصل ولا ممكن اغير. وجيتي هو عايز دال ص دال س متربعه طالعه، عايز دال 2 ص على دال س تربيع طالعه، عايز 2 ص تربيع. احنا وصلنا اهو في دال 2 ص دال س تربيع، بس لاحظ ان هو عايزها ساده، احنا اللي طلعنا مش ساده، فلازم اتخلص من اللي جنبها واحده واحده اهو. كمان عايز دال ص دال س لكل تربيع، هو عايزها كده؟ عايزها زي ما هي كده، وعايز كمان 2 ص تربيع، يبقى واضح جدا اني هقسم الطرفين على ص بعد ما اتخلص من الاثنين. يبقى اول اغراء ان انا اتخلص من الاثنين، تاني حاجه اشوف انا واصل ولا مش واصل، اللي انا عملته ده هيوصلني للمطلوب ولا لا. لما بصيت معاك اهو اتضح ان في ص زياده، ص دي زياده اشوف لها صرفه اوديها فين، يعني اقسم الطرفين الايمن والايسر على ص. اذا زي ما انت شايف كده من المعادله الاولى هضرب الطرفين في ناقص 4، ليه من المعادله الاولى ضربت في ناقص 4؟ عشان يطلع لي الشكل 2 جا 2 س، واتخلص من الاربع ص تربيع على بعض. مش عارف حضرتك الكلام ده؟ ما هو انت ظهر لك هنا اهو ناقص 4 ص تربيع ب 2 جا 2 س، فاذا انا ممكن اشيل الجا 2 س دي اهي، حط مكانها اللي طلع لي 2 جا 2 س. حلو، 2 جا 2 س، انا احط مكانها قيمتها 4 ص تربيع بعد ما الناقص راحت مع الناقص، كلام جميل. طب يلا بقى ننفذ الخطه دي، عوضت في المعادله 2 بعد ما ضربت الطرفين بتوع المعادله الاولى واكتشفت ان قيمه ناقص 2 جا 2 س لوحدها بناقص 4 ص تربيع، جميل؟ واحد تاني يقول لا انا مش عايز اعمل كده ومش عايز العب في المعادله الاولى، انا هلعب في المعادله اللي حضرتك وريتها لنا دي، شغال برضه. بس لما تلعب فيها لازم توصل الطرف ده تخليه ص، طب هتوصله ص ازاي؟ باللي انت وصلت له ص تربيع بنص جا 2 س، حلو قوي. فكده ولا كده انت مضطر تستفيد بالخطوه رقم واحد او المعادله رقم واحد. بعدين ولا حاجه.
طلع لي بعد ما عودت في المعادله ان 2 ص ده 2 ص على د س تربيع زائد 2، انا مش عايز 2. قال طب افرض انا عملت غير حضرتك كده وقمت تخلصت من الاثنين قبل ما اظبط المعادله، شغال مش فارقه، خلي الاثنين في الاخر اقسمها في الاول مش هتفرق. المهم المنظر ده برضه مش منظر نهائي لاني برضه لسه ما تخلصتش من الصاد. اعمل ايه عشان اتخلص من هذه الصاد؟ اقسم الطرفين الايمن والايسر، فيطلع لي ص د 2 ص على د س تربيع زائد د ص د س الكل تربيع بيساوي 2 ص تربيع. انا قسمت الاول على الاثنين كده، قسمت على الاثنين علشان اتخلص من الحاجات المغريه دي، خلاص ممكن اعمل الخطوه دي قبلها. ثم الخطوه الاخيره لو قسمت على ص يطلع لي بقى ص د 2 ص على د س تربيع زائد د ص د س الكل تربيع زي ما انت شايف اهو زائد 2 ص تربيع بتساوي صفر. يعني كان المطلوب ده كان فيه ص اصلا، كان فيه ص د 2 ص على د س تربيع اهو زي ما انت شايف طلع في الاخر ص، وهي كان فيها ص بعد ما تخلصت من الاثنين. حلو، تعالى بقى واحده كمان على معادله المماس ومعادله العمودي، درسين متصلين ببعض، مشتقات عليا مشتقات ضمنيه ثم التطبيقات من المماس، وبرضه الطالب اللي شاطر في ثانيه ثانوي يقدر يتعامل مع النوع ده من المسائل. المساله بتقول، بس قبل ما اقول لك المساله برضه مساله مهمه لازم اكون فاهم الفرق بين ميل المماس وميل العمودي، كلام قديم بس خطير. لو انا عندي مماس يعني مستقيم لمس منحنى، ما دام لمس المنحنى يتغير اسمه في البطاقه كان اسمه مستقيم لمس منحنى ان يعني كان المنحنى من انهي درجه، فاصبح اسمه في البطاقه مماسا لهذا المنحنى. هذا المماس زيه زي اي مستقيم في الدنيا له وضع، وضع يعني ميل. فهذا المستقيم اللي لمس المنحنى لو بيصنع زاويه وليكن قياسها 30 درجه مثلا مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، نقول انه بيميل بزاويه 30، بس ما يبقاش ميله 30، لا يبقى ميله ظا 30. ولذلك نقول انه ميل المماس لاي منحنى هو ظل الزاويه اللي بيعملها المماس مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. وبرضه كنا زمان اتعلمنا حاجه في منتهى الاهميه خاصه بمساله الامتحان اللي قدامنا دي، انه لو انا عندي مستقيم او مماس ميله 7 على 8 يبقى شفوي كده المستقيم العمودي عليه ميله ناقص 8 على 7 باماره ايه؟ هو مش مهم تعرف الاماره، بس مبدئيا قبل ما اقول لك الاماره، لو احد المستقيمين المتعامدين ميله 3 على 5 يبقى الاخر ميله ناقص 5 على 3. اقلب وغير، اقلب البسط مقام والمقام بسط وغير شرط واحد فيه. هقول لك امرتها بسرعه، شرط تعامد مستقيمين ان يكون ميل الاول في ميل الثاني بيساوي ناقص 1. كان ليها اخت المعلومه دي، معلومه مهمه رب. لما يكون مستقيمين متوازيين ميل الاول 3 ارباع الثاني بيوازيه يبقى ميله هو كمان 3 ارباع. اذا شرط توازي مستقيمين ان يكون ميل الاول هو ميل الثاني، شرط تعامد مستقيمين ان يكون حاصل ضرب ميل الاول في ميل الثاني بناقص 1. ايه علاقه الدوشه دي بمساله الامتحان اللي بيقول لي فيها ايه وجد معادله المماس والعمودي؟ ما انا عشان اجيب معادله مماس او حتى معادله عمودي لازم اعرف حاجتين، نقطة وقع على هذا المماس وكذلك ميله، لاني عارف من زمان انا معادلة اي مستقيم سواء مماس او مش مماس هي صاد ناقص الاحداث الصادي لاي نقطة وقع عليه على سين ناقص برضو الاحداث السيني لاي نقطة عليه، بس تكون نفس النقطة مش نقطة تانية، بيساوي ميله. حلو، طب حضرتك قلت لنا ازاي نجيب معادله المماس، هنجيب منين معادله العمودي؟ مش هرد عليك، لان اللي جاب معادله المماس ياخد الميل بتاع المماس يقلبه ويغير الاشاره يبقى طلع معادله العمودي. طب وحضرتك هتعرف تعمل الكلام ده في المساله دي؟ المساله دي بتيجي كل سنه في الامتحان. ص بتساوي ظا س ناقص جتا 2 س زائد 1، ده اللي بيسال يعني الامتحان شكله ايه؟ اهو عند النقطة س بيساوي تاها على 4 الواقع عليه. ايه بقى الواقع عليه؟ يعني النقطة دي تقع على المنحنى فهي تحقق معادلته. برضه مش فاهم يعني ايه تحقق معادلته، يعني ممكن اعوض عن قيمة الس ب 45 درجة اطلع الصاد بتاعتها واطلع صورتها. حضرتك تعرف تعوض؟ اعرف نص س دي حط مكانها 45 تبقى الصاد بتساوي ظا 45 ناقص جتا 2 في 45، ظا 45 طبعا بواحد وجتا 2 في 45 يعني جتا 90 بصفر، فالصفر ده بالسلامة واحد، واحد يعني اتنين، كأن النقطة طلعت تاها على 4.2 بس. هو أنا محتاج إيه غير النقطة؟ عايز نقطة وميل، أجيب له الميل منين؟ المشتقة الأولى، أسامي الدلع بتاعت أحمد وحمادة وأبو حميد وميلو. المشتقة الأولى لمعادلة المنحنى اسمها ميل المماس لهذا المنحنى. إذا خلاصة الكلام، عايز نقطة وميل، النقطة خلاص جت، عوضت عن قيمة السين، طلعت الصاد، عرفت النقطة. زوج مرتب، إذا المعادلة المطلوبة معادلة المماس هي ص ناقص الاحداث الصادي على س ناقص الاحداث السيني بس ناقص الميل. هنجيب الميل منين؟ اسمه ميل المماس لمنحنى الدال، برضو اجيبه منين؟ اشتق د ص د س بتساوي، كلنا عارفين الظا مشتقتها قطر بيها والجتا مشتقتها ناقص جا، بس ما انساش اضرب في اثنين. تعالى بقى نشوف
انا كده حليتها شفوي، بس لازم برضو اكتب الاجابه الاربع اسطر دول. هجيب له ميل المماس لاني محتاج ميل المماس، وعوض عن قيمه السين بتاعها الاربعه يطلع لي رقم. وزي ما اتفقنا الظا مشتقتها قا تربيه، والجتا مشتقتها ناقص جاتا. بتقولي ناقص دي راحت فين؟ ما الجتا شخصيه مشتقتها ناقص جا، ناقص في ناقص بقوا زائد 2 جت من سين. الواحد اللي هناك راحت فين؟ ما راحتش بالسلامه. ليه بالسلامه؟ عشان ده رقم يعني داله ثابته فمشتقتها صفر. الخلاصه جبت ده الصاد ده السين بس مش عارف قيمتها. طب انا عايز ميل المماس عند اي نقطه والسلام، ولا عند النقطه التي احداثيها السين بتاع الاربعه؟ سين بتاع الاربعه يعني 180 على 4 يعني 45. هشيل كل سين تقابل لي واكتب مكانها 45. طبعا القا تربيع 45 مقلوب الجتا، والجتا 45 بواحد على جذر 2، لما اقلبها تبقى 2، لما اربعها زي ما انت شايف كده. اذا ال 2 جا 2 سين، كل ده هيتجمع مع بعضه يطلع لي 2. حلو قوي. طب لما السين بتاع الاربعه طلع انه الصاد ب 2، عايز بقى ده الصاد ده لسين، عوضت اهو. ده كل ده تعويض كلام فاضي. عوض يطلع لي المقلوب بتاع القا اهو، مقلوب الجتا جذر 2 متربع 2 في 2 ب 4. ولما س بتاع الاربعه عوضت، بس عوضتش هنا، عوضت في الصاد الاصليه عشان اعرف بقيه النقطه. النقطه زوج مرتب بتاع الاربعه فاصله 2. اما ده الصاد ده س لما س بتاع الاربعه عوضت طلع ناتج ب 4. كلام جميل. اللي اجمل بقى في اخر 20 ثانيه عشان يبقى خلصت المساله، نكتب بقى الكلمتين دول. نقول ص ناقص الاحداث الصادي اللي طلع ب 2 على س ناقص الاحداث السيني اللي كان موجود بتاع الاربعه بيساوي الميل. الميل بتاع ايه؟ ميل المماس. عايز كمان ميل عمودي يبقى ناقص ربع. ليه؟ لان المماس طلع ميله 4، هقلب وغير الاشاره يبقى ناقص 1 على 4. يبقى حليت المساله. اولا معادله المماس ص ناقص 2 على س ناقص ط على 4 بيساوي 4. عايز توضبها مفيش مانع، عايز تسيبها ديك خدت الدرجه. دي اسمها صوره متماثله مش غلط، لكن دي اسمها الصوره العامه برضه صح. جبتها منين الصوره العامه؟ مفيش، حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين مش اكتر. خش على العمودي، معادله العمودي هي هي برضه، ص ناقص 2 على س ناقص ط على 4، بس مكان الميل اللي كان مكتوب ب 4 قلبته وغيرت بقى ناقص ربع. هسيبها كده هاخد الدرجه، هكمل من الصوره المتماثله للمعادله الى الصوره العامه برضه هتطلع صح. هيطلع شكلها النهائي ناقص س زائد ط على 4 بيساوي 4 في ص ناقص 2. مفيش مستحيل تلاقي امتحان ما فيهوش مساله زي دي، واحده زي دي على المشتقات العليا ثم واحده ثانيه على المشتقات الضمنيه. المشتقات العليا ساعات بيخش فيها التطبيقات بتاعت الاشتقاق ميل المماس او ميل العمود.